في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 2,800,000,000,000 جنيه، وخسر رأس المال السوقي 1,000,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 1,758,000,000,000 جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 26,003 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5,758 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 8,253 نقطة. في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط بفضل تقلص مخزونات الخام الأمريكي وسط زيادة استهلاك مصافي التكرير ونمو الواردات الصينية الشهر الماضي، ما دفع توقعات أو دعم توقعات ارتفاع الطلب في أكثر دولتين استهلاكا للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 83 دولار و66 سنت للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 16% ليصل إلى 79 دولار و12 سنت للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 5% لتصل إلى $2.49 للتر، في المقابل زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.24% لتسجل نحو $2.23 لكل 1,000,000 وحدة حرارية بريطانية. انخفض الجنيه الاسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25%، في حين ساهمت آراء تعكس الميل إلى تجديد السياسة النقدية من أعضاء بنك اليابان في إبطائه تراجع الين، وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3% إلى حوالي $1.24. انخفض الين بنسبة 0.2% خلال اليوم إلى $155.09، واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند 7.2 تقريبا مقابل الدولار. زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في ظل تباطؤ مستمر في أوضاع سوق العمل بالولايات المتحدة. ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة ارتفع 22,000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ نحو 231,000 خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ عدد الطلبات نحو 215,000 في الأسبوع الماضي، وتراوحت الطلبات بين 194 و225,000 خلال معظم شهور العام. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للإلهام وصحة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل.